السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل امتحانات المحافظات من كتاب اويك از انف، الكتاب الاضافي، امتحانات محافظات ثالثه اعدادي الترم الاول 2023. ما تنسوش تعملوا اشتراك. الامتحانات هتلاقوها زي ما هي في كتاب بيت با بيت كتاب الاضواء. الامتحانات موحده على مستوى المحافظات، ومعانا النهارده بيج 88 محافظه المنيا، بيج 88 صفحه 88. السؤال الأول: finish the following dialogue، اكمل المحادثة. A man is asking Hani for help، الراجل بيطلب من هاني المساعدة. A man، الراجل بيقول له could you help me please، ممكن تساعدني؟ قال له yes of course، بالطبع. قال له جملة إجابتها there is a good hotel near the Nile، في فندق جيد جنب النيل. يبقى يقول له I want a hotel، عايز فندق. قال له في فندق جيد جنب النيل. قال له سؤال، قال له it is five stars، يبقى how is it، كيف هو؟ بيسأله ايه اخباره؟ قال له خمس نجوم، طبعا غالي. فقال له سؤال، قال له yes there is a cheaper one، يبقى هنا اشيل yes اقول is there، هل يوجد؟ الاجابه yes، يبقى سؤال بمعنى هل. هنا في is، تبقى هنا بمعنى هل. is there a cheaper one، في ارخص. قال له ايوه but it's so far، بس هو بعيد. you will have to take a taxi، مضطر تركب تاكسي. قال له I will do، I will do، thank you، شكرا. قال له you're welcome، مفيش شكر على واجب. السؤال الثاني: قطعة ناقصة كلمات، اقرا القطعة وحط الكلمات المناسبة في المكان المناسب. طبعا peaceful يعني مسالم او هادئ، since منذ، for لمدة، password رقم سري، بارك بمعنى حديقة، ولو جت فعل بمعنى يركن، سينري يعني مشهد أو منظر جميل أو منظر طبيعي. هلو أي أم نهى، أهلا أنا اسمي نهى. أي أم فروم جيزة، أنا من محافظة الجيزة. بات أي هاف ليفد إن مينيا، ستي بس أنا عشت في محافظة المنيا أو في مدينة المنيا. نقط 10 years يبقى 14 years، لمدة 10 سنين، مدور اعتام يبقى سينس أو 4، لمدة 10 سنين تبقى 4، خدنا 4. مينيا is a very beautiful and noted city، هي مدينة جميلة و peaceful. نركز إن شاء الله هنحل صح، ومدينة هادية. It is famous for its beautiful corniche، مشهورة بكورنيشها الجميل. It is an open botanical، المفروض garden بس مفيش garden تبقى بارك، حديقة نباتية مفتوحة. في المنهج أي نعم واخدينها garden، لكن أوكي garden أو بارك. Going along the Nile، I like to walk at Cornish، بحب ان انا امشي على كورنيش. In winter، في الشتاء. And sit، واقعد. Under a tree، تحت الشجرة. Watching the scenery، اشوف منظر النيل الجميل. Scenery. السؤال التالت: قطع عليها اسئلة، نقرا القطع ونترجمها ونحلوا الاسئلة. My first day at school، اول يوم ليا في المدرسة. Is one of the most memorable days، واحد من الأيام التي لا تنسى، جاي من كلمة ميموري، ما أقدرش أنساها، of my life في حياتي. I walked to a nearby primary school، مشيت لمدرسة ابتدائي قريبة. With my father، مع أبي. I had many unknown fears، كان عندي العديد من المخاوف الغير معروفة. After reaching school، بعد ما وصلت المدرسة. I saw some pupils playing، شفت بعض التلاميذ بيلعبوا. A teacher took us، مدرس خدنا. To my classroom، لفصلي. When my father left me in the class، لما ابويا سابني في الفصل. I understood that، انا فهمت. I was in a new world، انا في عالم جديد مختلف عن عالم البيت طبعا. After a while، بعد وقت. Our class teacher، مدرسنا. Enter the class، دخل الفصل. He told us about many rules، كلمنا عن الكثير من القواعد. And important things، والاشياء المهمة. Sometime later، بعد وقت. The first bell rang، رن الجرس. And a new teacher came، مدرس تاني جه. She was our English teacher، مدرسة اللغة الإنجليزية. She told us، قالت لنا. An interesting story، قصة شيقة. I enjoyed the class، تمتعت بالفصل. The teachers were very friendly، المدرسين طيبين. To us، معانا. So all my fears disappeared، كل مخاوفي اختفت. At last، في النهاية. The final bell rang، الجرس الأخير رن. My father was waiting for me، أبويا كان مستنيني. At the school gate، على بوابة المدرسة. We came back home، رجعنا البيت. I will never forget، عمري ما هنسى. The sweet memories، الذكريات الحلوة.
of the first day at school لأول يوم ليا فين؟ في المدرسة. Page 89 صفحة 89 وأسئلة القطعة. The word memorable كلمة memorable يعني لا ينسى. Which is in line 1 اللي في السطر الأول means معناها إيه؟ I can't forget أقدر أنسى؟ لا طبعا. I can't remember لا أقدر أن أتذكر. I never remember لا أستطيع أو لا أتذكر أبدا. يبقى I never forget ما أقدرش أنسى. My best title of the passage أول أو أفضل عنوان للقطعة هتبقى My first day at school أول يوم ليا في المدرسة. The writer and his father الكاتب وأبوه went to the school راحوا المدرسة. هو قال لي walk مشيوا يبقى on foot سيرا على الأقدام. النوع الثاني من أسئلة القطعة أجل. What did the English teacher tell the class مدرسة الإنجليزي قالت إيه للفصل؟ يبقى قالت للفصل وقال لمدرسة الإنجليزي قالت لنا an interesting story يبقى she told the class أخبرت الفصل an interesting story قصة شيقة. Why did the writer's fears disappear ليه مخاوف الكاتب اختفت؟ طبعا أو ليه مخاوف الولد اختفت؟ هقول because the teachers عشان المدرسين were very friendly كانوا ودودين to them أو للطلاب لي ولزمايله ما خافش. How was the writer's first day at school كيف كان أول يوم للكاتب؟ أقول it was nice كان يوم جميل. تمام. السؤال الرابع اختار choose. تو نقط means saying hello to welcome someone تقول أهلا عشان ترحب بشخص يبقى جريت يحيي. تو turn off means تبقى stop working turn off يطفي يعني يتوقف عن العمل. The opposite of the word worse عكس كلمة worse أسوأ better أفضل. The prefix نقط turns the adjective formal into the opposite formal عكسها informal يبقى opposite عكسها formal رسمي informal غير رسمي. There are many monuments في الكثير من الآثار and ruins in Luxor وبقايا المباني القديمة في الأقصر. Monuments الآثار here refers to تشير إلى إيه؟ Historic things أشياء تاريخية and buildings مباني تاريخية. Egypt has held a big conference مصر أقامت مؤتمر كبير. The verb held الفعل held here means معناه organize it يبقى نظمت held هنا بمعنى organize. السؤال الخامس صح. Summer is tall than دينا هتبقى taller مقارنة بالاثنين أطول من. The plane reach باريس at 4 AM الطيارة هتوصل بس الساعة 4 الصبح تبقى reaches. ليه مستر reaches؟ عشان ده مضارع بسيط المواعيد مضارع بسيط. طب ليه حطينا اس؟ عشان مع هي وشو ات بحط الفعل اس او اس هنا اس عشان اخرها سي اتش والافعال اللي اخرها سي اتش لما احط لها بحط لها اس مش اس. I like eating بحب اكل البيض المسلوق يبقى boiled eggs. عاد المصد مصد بيجرى المصدر يبقى must study لازم يدرس English well. Both Ines and I كلا Ines وانا Ines وانا بيجمع الفعل جمع هنا verb to be في الجمع تبقى are ما ينفعش احط where عشان ما فيش كلمة بتدل على الماضي ما قولش كانوا شاطرين الاول are clever are a clever. Page 90 اكتب باراجراف عن مقال نقدي عن استخدام النت ان شاء الله قريبا هنشرح الباراجراف وكده يبقى خلصنا امتحان رقم 15. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.